علامات إن ظهرت عليك في الصلاة فاعلم أنك من المنافقين وصلاتك باطلة، حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نبدأ ادعمنا بإعجاب وصلي على رسول الله. لا شك أن أي شخص يعلم تماما أن الصلاة هي أعظم عبادة لله عز وجل، وبالتالي خاب وخسر من أفسد صلاته أو غفل عن أدائها بشكل صحيح. والدليل على أن الصلاة هي أعظم عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يحاسب العبد عليه من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذه بعض الأخطاء الشائعة التي قد تفسد صلاتك وأنت لا تدري. أولا، احذروا رفع أبصاركم في الصلاة. أخي المسلم، لا يجوز إطلاق رفع بصرك إلى الأعلى، وكذلك الالتفاف لغير حاجة هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، أي لا يجوز لك أن تنظر للأعلى وأنت تصلي. ثانيا، كثرة الحركة والعبث في الصلاة. من المنكرات العظيمة الشائعة التي لا يسلم منها مسجد أو جماعة وهم يصلون كثرة الحركة في الصلاة. مثالا على ذلك تشبيك الأصابع وقضم الأظافر وتسوية العقال، كل هذه الأشياء ونحوها من الأمور العجيبة يقوم بها بعض من الناس، ولكن تلك الأمور قد تفسد عليك صلاتك وتجعلها غير مقبولة عند الله عز وجل. ثالثا، عدم الطمأنينة في الصلاة. وهي أيضا من الأمور العجيبة المنكرة، عدم الطمأنينة في القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. كيف يسرق من صلاته؟ أي لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذه الصلاة حقيقة تعد هي صلاة المنافقين.